كما كتشوفوا الان تيقوموا بالتعقيم ديال هذه الاماكن العموميه، المحطات ديال الطاكسيات وديال هذا هو العمل اللي تيقوموا به. الان تيقوموا بتعقيم الطاكسي، تيقوموا بالتعقيم ديالو. عمو فين هاد الطاكسي هذا؟ الروسيطة اخويا. واحد امين خويا. يلا سير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله انا شوفر ديال الطاكسي، اقوم بعمليه التعقيم ضد هذا الوباء، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يلطفنا وجميع المغاربه المواطنين التزموا بهذه العمليه ديال التعقيم وديال النظافه وعدم التجمعات، والتزام بهذه القرارات ديال الحكومه لان في فائده المواطنين جميعا، والله ينزل اللطف ديالو مع عندنا. شنو التدابير الوقائيه اللي كتاخذ مع المواطنين اللي تيركبوا عندك هنا الطاكسي؟ من بين التدابير ان ما يكونش يعني الاحتكاك او القرب، ويكون الانسان في النظافه ويلتزم بهذه المسائل ديال الكمامه او الليكات اللي هي في خير لجميع المواطنين. شنو النصيحه ديالك لهاد الناس اللي ما واخدينش الامور بجديه ومازال تيعيطوا؟ هو عدم الاستهتار، الاستجابه لهاد الاوامر والاستهتار بما الحس ديال المسؤوليه، وهاد المساله راهي مساله عامه وعالميه، مطلوب كل شخص ومواطن مغربي يلتزم لان فيها خير ومصلحه البلد، وحنا تنشوفوا بلدان العالم اش واقع عليهم اليوم، ونتمنى الله كل خير، الله ينزل اللفت ديالهم عندنا. شكرا لك. تكلم خويا. بلاتي عبد الله. كذلك سيارة ديال القوات المساعدة تيقوموا الآن هنا بالتعقيم ديالها. نسأل الله السلامة والعافية، نتمنوا من الله سبحانه وتعالى أنه ما يكونوش كذلك السيارة ديال الشرطة تما غيقوموا الآن بالتعقيم ديالها.
مشكل ماشي مشكل. عملية التعقيم متواصلة الآن. عملية التعقيم لا زالت متواصلة الآن هنا بتراب عمالة ديال عين الشق أمام المقاطعة عين الشق. يعني التدابير وقائية للحد من تفشي ديال هذا الفيروس. نسأل الله السلامة والعافية. الناس خصها تأخذ الأمور بجدية، تلتزم بعدم هاد التجمعات، وهاد الناس تبقى في الديور ديالها ما يبقاوش التجمعات وهاد الشيء. هاد الأمور جدية، ما خصش بنادم يبقى يستهان بهاد الأمور هادي. وكذلك السيارة اللي كانت ديال الشرطة ديال الأمن الوطني تيقوموا بالتعقيم ديالها الآن. نسأل الله السلامة والعافية. مجموعة من السيارات ديال القوات المساعدة وديال الأمن الوطني تيقوموا بالتعقيم ديالها الآن. شكرا شكرا لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.